بخص المنافسات الرياضية، المنافسات الرياضية عندنا خلال 2019-2000 قامت العناصر ولا أمن ولاية الجزائر بتغطية الأمنية والتغطية التنظيمية لـ 2565 منافسة رياضية، ليست محصورة إلا في كرة القدم وإنما مجمل المنافسات الرياضية التي تقام على مستوى أمن ولاية الجزائر. فيما يخص الحفلات الفنية أو اللقاءات الفنية عندنا 385 الاستقبالات وأنواعها عندنا 368 الاجتماعات ذات الطابع السياسي أو الثقافي عندنا 217 عمليات الترحيل التي قامت بتأمينها أمن ولاية الجزائر عندنا 36 عملية والخدمات النظامية المختلفة في حفظ النظام عندنا 4152 والمجموع 7723 يعني عملية حفظ النظام. ونخص مباريات كرة القدم les couvertures sécuritaires des rencontres sportives c'est 183 مباراة خلال 2019. ما زلنا في الجولة واش من الجولة من الديفيزيون 1 عدد المحلات المراقبة عندنا 2216 عدد المخالفات المسجلة 2011 النتائج القضائية 1 النتائج الإدارية 154 والإعدارات 39. عندنا خلال فترة 2019 عدد المكالمات التي تلقتهم مصالح أمن ولاية الجزائر عدد المكالمات الهاتفية على خط 1548 1548 و17 الشرطة للنجدة 581149 مكالمة على الخطوط الهاتفية على خط الهاتف 1548 1548 وكذلك 17 عدد المكالمات الهاتفية المستقبلة على خط 104 سي 13030 مكالمة. الإشراف على كل التظاهرات التي تجرى على مستوى قطاع اختصاص أمن ولاية الجزائر والحراك يعني أننا نعمل دائما في حماية الممتلكات العامة والخاصة والانتشار الأمني لحماية جموع المواطنين الذين يحضرون ولا الذين يشاركون في تظاهرات سواء يومي الثلاثاء والجمعة. مهامنا هو الحماية الأمنية والحضور وفق يعني العمل الشرطي المتمثل في هذه المهمة في تأمين هذه الحشود وفي كذلك توفير لها كذلك كل الأمان يعني فيما يخص الحراك يومي الثلاثاء وكل التجمعات التي تحدث على مستوى أمن ولاية الجزائر.